نتحول إلى أسواق المال، حيث تبين أداء مؤشرات البورصة المصرية بنهاية التعاملات، ليسجل رأس المال السوقي مستوى 681 مليار و400 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فقد صعد مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 36% ليغلق عند مستوى 10453 نقطة. أما الانخفاض فكان من نصيب مؤشر إي جي إكس 70 والذي انخفض بنسبة 29% ليغلق عند مستوى 1867 نقطة. الانخفاضات امتدت أيضا إلى مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا والذي انخفض بنسبة 9% ليغلق عند مستوى 2815 نقطة. نتحول إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 15 جنيها و65 قرشا للشراء و15 جنيها و78 قرشا للبيع، اليورو 17 جنيها و28 قرشا للشراء و17 جنيها و42 قرشا للبيع، الجنيه الاسترليني 20 جنيها و59 قرشا للشراء و20 جنيها و76 قرشا للبيع. وأمام العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 4 جنيهات و26 قرشا شراء و4 جنيهات و30 قرشا للبيع، ريال السعودي 4 جنيهات و17 قرشا شراء و4 جنيهات و21 قرشا للبيع. نتحول الى اسواق المعادن النفيسه، والتي صعد فيها اسعار الذهب، وسجل الذهب 1997 دولارا للاوقيه. اما على الصعيد المحلي فقد سجل الذهب عيار 18 نحو 754 جنيها، عيار 21 878 جنيها، عيار 24 سجل 1004 جنيهات، والجنيه الذهب اليوم سجل 7040 جنيها. نتحول إلى أسواق النفط العالمية، والتي تعافت الأسعار فيها بعدما قالت الإمارات العربية المتحدة إنها ملتزمة باتفاق أوبك بلس لزيادة الإمدادات شهريا بواقع 400 ألف برميل يوميا. وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2% ليسجل اليوم 113 دولار للبرميل. الخام الأمريكي الوسيط أيضا ارتفع بنسبة 41% ليسجل 110 دولارات للبرميل.